السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. ابنك شيخ انا عايز اسأل عن صحة حديث إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم. ايوه، هذا الحديث: للعامل فيهن مثل اجر 50 منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله. قال: بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير اعوانا، ضعيف لا يصح. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. شكرا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.